مرحبا. مستغنى عن كذلك الامور اللي كان موجوده امور في الشريعه معلومه ما تقبل النسخ دون امور اخرى. شكرا على الله. شكرا. اما ما لا يقبل النسخ فالنسخ الان في زماننا لم يعد ممكنا اصلا في الشرع، لان النسخ لا يكون الا بخطاب، وتعريف النسخ انه إزالة الحكم الشرعي بخطاب متراخ عنه، فمن شرطه تراخي الخطاب، ولا خطاب الآن بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل أحكام الشرع الآن لا يمكن فيها النسخ. أما في وقت النزول فمما ينزل ما لا يقبل النسخ أصلا كالأخبار، فالخبر لا ينسخ لأن نسخه تكذيب له، والإنشاءات وهي الأوامر والنواهي تقبل النسخ في أصلها إلا ما يتعلق منها بأصل الدين، فإنه يكون مما لا يقبل النسخ. والحنفية لهم اصطلاح خاص عن غيرهم من الأصوليين في هذا الباب، فالأصوليون عموما في المذاهب الثلاثة يفصلون الموحى إلى قسمين، إلى واضح الدلالة وخفي الدلالة، وكل واحد منهما ينقسم إلى قسمين، فواضح الدلالة ينقسم إلى نص وظاهر، وخفي الدلالة ينقسم إلى مجمل ومتشابه. وعند الحنفية كل واحد منهما ينقسم إلى أربعة أقسام، فواضح الدلالة ينقسم إلى مفسر ومبين ونص وظاهر. فالمفسر عندهم لا يقبل التأويل ولا النسخ، والمبين يقبل النسخ ولا يقبل التأويل، والنص يقبل النسخ والتأويل معا وهكذا. وكذلك عندهم خفي الدلالة ينقسم إلى أربعة أقسام، إلى مجمل ومشكل وخفي ومتشابه، وهذا اصطلاح خاص لهم. ولكن من المعلوم أن بعض النصوص يأتي فيها ما يمنع قبولها للنسخ، كحديث فرض الخمس ليلة المعراج، فإن الله قال هن خمسون وهن خمسون ما يبدل القول لدي، هذا يقتضي عدم النسخ مطلقا. وقد يرتبط النص في وقت نزوله بما يمنع النسخ ثم ينسخ بعد ذلك، كقول الله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينه، فظاهر هذا النص أنه لا يقبل النسخ، ولكن في حديث عائشة أنه لم يتوفاه الله حتى أحل له كل شيء كان حرمه عليه، المقصود بذلك الزواج.